اهلا بكم متابعين فلسفي. كنتواجدوا الان في المقر المركزي للحزب الاشتراكي الموحد. اليوم كان اللقاء الثاني واللي كان بحضور السيد عبد الله ابو عقيل اللي جا اليوم بصفته عضو مجلس المدينه وبصفته ايضا عضو مجلس مقاطعه المعارف. فاليوم تناول مجموعه من النقاط اللي كيعاني منها والمشاكل اللي كيعاني منها مدينه الدار البيضاء بجميع مقاطعاتها بدون استثناء، و طرقنا لها من ضمن الاسئله ديالنا اللي غتشوفوهم دابا. نتمنوا اننا نكون وصلنا صوتكم ونخليكم دابا مع الاسئله والاجوبه ديال السي عبد العقيل. مقارنه بداكشي اللي كنت كنتظر، مازال بالنسبه ليا هذاك المهم داك لو ريتم اللي غادي به مجلس المدينه مازال ثقيل ومازال ما داروش مجموعه ديال الحوايج. المقاطعه غادا شويه هي ديما المقاطعه كتكون اسهل في المعامله، حيت كيكون داك الخدمه ايميديات هي اللي عطانا اكثر عمل يعني مفيد. ولكن كنتمنى الاوضاع يتحسنوا يعني بشويه، يمكن شي نهار غنكتشفوا شنو هو البرنامج ديال الاغلبيه اللي مازال ما شفناه. ديك الساعه يمكن غنقدروا نناقشوا السياسات العموميه بالنسبه للساكنه ديال الدار البيضاء. خلال اجابتك على الاسئله اللي طرحت، قلت جبتي وحده يعني النظام لوحده المدينه، فقلتي بان هذا النظام هذا هو باقي ما تنفذش ما كيف ما خاصو يتنفذ. فبالنسبه لك انت، واش نظام المدينه نجح في مدينه الدار البيضاء؟ لا، هي ديما ملي كدوز من واحد النظام الاخر، راه كيكون كتكون واحد لا ترانزيسيون، كيكون هذا اللي واحد الانتقال اللي هو شي مرات راه كيكون متعثر، وكيكون اللي قلت كاين واحد الثقافات ديال المقاطعات اللي كانوا جماعات اللي كيخليو مازال بعض المقاطعات يمارسوا واحد الخصوصيات اللي هما من اللي هما ديال المدينه وفيزيرسا، ولكن اللي كيبان هو داك الشيء بشويه كيتعالج. يعني ما هذه واللي قلت هو ان هاد النظام او هاد الشكل راه بصفه عامه كنعتبره باللي هو احسن تنظيم ممكن بالنسبه للمدن من الحجم ديال الدار البيضاء. دابا غير بقى لينا حنا غير نحلوا هذه المشاكل البساط اللي كيخليو مازال واحد التعثر بين اللي مازال، وكما لاحظتوا في مجموعه ديال المداخلات حتى المواطن ما بقاش عارف شنو هي مسؤوليه المقاطعه وشنو هي مسؤوليه المدينه. قلتي ايضا استاذ على بانك انت يعني 130 عضو وانت الوحيد اللي تقريبا ديما كتصوت بالرفض على مجموعه من الميزانيات، فهذا الرفض ديالك واش هو يعني غير تعبير على الراي ديالك انت، او لا انت بهذا الرفض كتعبر على واحد الاراء ديال مجموعه ديال الناس اخرين؟ انا شوف كما قلت في المداخله ديالي هي غير باش نتفاهموا، راه ما كنصوتش ديما بالرفض. لا يعني تقريبا واحد 160 نقطه اللي هي اللي دازت في الدورات ديال المدينه في السلك كله، نقدر نحسب لك واحد 12 اللي صوت بالرفض. 12 ولا لا يمكن 14 مع هذا، يمكن 14 ياك هذه اللي صوت عليهم بالرفض، منهم الميزانيه متفقين اللي هي كبيره، ماشي واخا تحسب وحده راه ماشي هذه. لا غير في بعض الاحيان الرفض راه هو كيعبر على موقف، بحال اللي قلت راه انا عندي مرجعيه، المرجعيه ماشي المرجعيه ايديولوجيه ولا شيء، هذه حنا قدمنا وتقدمنا للمواطنين ديال الدار البيضاء برنامج سميتو كازا اللي بغينا. اي قرار كناخذو في المجلس راه ديما المرجع هو هذاك البرنامج والوعود حنا اللي عطينا المواطنين، يعني ماشي ما غاديش نصوت بالرفض حيت انا شخصيا ما عجبتنيش هذه. قلنا مثلا باللي حنا كنلتزموا بواحد الشفافيه وبالحرص على المال العام، ما يمكنليش نصوت على واحد المبالغ اللي كيدوزوا مثلا لشي شخص ولا شي مؤسسه بدون اي مبرر. الدفتر ديال لا، هي كاين دفتر التحملات، ولكن اكبر حاجه هي هذه المساله ديال القرض ديال المليار ديال الدرهم اللي دايز مع البنك الدولي بلا ما تعطيني برنامج، بلا ما تقول لي راه كندوي على مليار ديال الدرهم، شنو يمكن لي ندير؟
نصوت ايجابيا بحال هذا ما يمكنش. لا ما عنديش المعطيات اللي يخلوني انا نجي نقول واش هو قرار مسؤول او لا مسؤول. ودويتو ايضا على الشركات اللي ولات كتلعب الدور ديال يعني الوظيفه الحكومه ولات كتلعب شركات وعلى راسها كازا ايفنت في الدار البيضاء، فقلتي بصريح العباره ان احنا ما معش ماشي مع الطرد ديال المدير وانما ديال هذيك التوقيف ديال ديك الشركه كامله. هي انا كنقول اضعف الايمان هو طرد المدير، يعني ملي كيكون فشل كيكون اول مسؤول، ما كنقولش هو عنده مسؤوليه مباشره، ماشي ذوقي. ما عنديش ما دارش تحقيق مع الاسف، ما دارش تحقيق، ما عارفينش شكون المسؤول المباشر، ولكن المسؤول على واحد الوضعيه ديما كيكون على راسها، هو اللي كيطر الاول ياك. دونك كنقولوا كازا ايفنت فاشله، المدير خصو يطير، خصو يحيد من بلاصتو، خصو يتبدل. الا لقينا من بعد باللي راه كازا ايفنت واللي انا هذا هو اللي كنامن به، اللي ما عندهاش محل من الاعراب اصلا ياك، من الاحسن تسد وتحيد. نعطيو الشركه، كاين شركات اللي يقدروا يتكلفوا بنفس هذه بهذا بعقد مباشره مع المدينه، ما محتاجش انا انترميديا سميتو كازا ايفنت اللي غيجي يخسر جو في نفس الوقت كيجي كنوحلو كنقولوا لا طريق وحده كاينه فين ما باغي نضمن شي انشطه ولا هذه، لا خصنا ندوزو على طريق كازا ايفنت، وكازا ايفنت باينه فاشله ما قداش. دابا غندوي معاك بصفتك عضو في مقاطعه المعارف بالضبط، هاد المقاطعه هادي الساكنه ديالها كتعرف واحد المشاكل اسبوعيه في ظل نقدروا نديروها بين قوسين في شغب الملاعب، فكل مباراه كيعقبها تكسير ديال السيارات وهذا لدرجه بان الساكنه ما بقاتش قادره تتحمل. فهاد الحرب هادي شكون اللي مسؤول عليها؟ قوه الامن اولا، قوه الامن ما عرفت انا هادشي اللي قريت، هي قوه الامن هي اللي مسؤوله على الامن ياك، فاهمين؟ دونك ملي كتكون مباراه كره القدم اي حاجه واي انشطه كما بغات تكون، راه قوه الامن هي اللي مسؤوله عن الامن، دونك هي اللي مسؤوله. ولكن كاين مطالب كتقول بان خاصو يدير واحد المنطقه اللي تكون معزوله ما فيهاش السكينه، اللي دار فيها واحد الملعب اللي يولي يحتضن هذه المباريات. مجموعه ديال المدن اللي فيهم هذا، اللي الاغلبيه ديال المدن عندهم ملاعب راه داخلين وسط المدينه ووسط هذه. المشكل هو ديال التنظيم. علاش كنقولوا دابا راه واقع هذا المشكل هذه؟ علاش قبل الكوفيد كيظهر لي داز واحد 3 سنين، انا ابونيست، دونك ما كندويش عن فراغ، راه عارف الملعب وكنمشي ليه وكندخل ليه، ما عرفتش كيوقع فيه. دوزنا واحد 3 سنين سبحان الله ما وقع والو، كلشي كان غادي مزيان، ولكن كانت واحد الطريقه ديال التنظيم ديال اللجوء ديال الجمهور للملعب والخروج ديالو اللي كانت نسبيا سليمه، وصلناش شي مستوى ديال هذه، ولكن على الاقل راه كان شويه ديال الاحترام، عارفين باللي اللي دخل في هذيك المنطقه راه عنده التيكي ديالو. كاين بزاف ديال الحوايج اللي هما بساط اللي كانوا منظمينهم، هادو اللي كينظموا اليوم. انا غير اللي بغيت نفهم في هذا الشيء اللي طرا، لا 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 باش نتفاهموا، راه ملي كيكون عندك اكتضاد داخل الملعب والطريقه باش هذا باش ديال متابعه المباراه وداك الضغط وهذه، راه الناس كيخرجوا جائرين، راه ماشي ما خصناش نقولوا لا حقا، راه هذوك الناس راه ماشي نورمال. اي واحد راه يتمارس عليه هذاك الضغط راه عنده شي تصرفات ماشي. وفي الاخير سي عبد الله، بغينا نعرف دابا الموضوع هذا ياك، بغيت انا نفهم شنو تغير. هذا هو السؤال اللي خصو يطرح، وهذا هو السؤال اللي حتى الان ما عندناش جواب عليه. علاش كتجي قبل الكوفيد قبل ما يتسدوا التيرانات ياك، كان كل شيء غادي مزيان، وجا حلوا عاود التيرانات مر الكوفيد، نفس التركيبه الاس دي ال قوات الامن، لا ما فراسيش ما تبدلات شي حاجه، راه كاين هذا يعني نفس التركيبه، نفس الفريق مكلف بهذه، شنو تغير؟ سي عبد الله، لاحظنا بان مجموعه من المقاطعات اللي كانت حاضره في هذا اللقاء وكل واحد دخل، ومن ضمن هذوك التدخلات اللي كانت السيده اللي دوات على البرنوسي. وحنا ما غنمشيوش بعيد على البرنوسي، غنبقاو في منطقه قريبه ليه واللي هي كتعاني الامرين، هي منطقه سيدي مؤمن. فهاد المنطقه هذه على جانب البرنوسي ومجموعه من المناطق اخرى ماشي كتشهد واحد التهميش، كتشهد شي حاجه اكثر من التهميش. فبصفتك
مسؤول في مقاطعة ديال المعارف، ما كتشوفش بان كاين واحد التفاوت ما بين الجهات ديال الدار البيضاء؟ كاين تفاوت بالطبع، كاين تفاوت وهذا التوافق بالطبع، حيت راه التفاوت راه جاي من واحد التاريخ، راه بحال اللي قلت في هاد الندوة، راه ما جاش داكشي كله. غنجيو مثلا غنشوفوا منطقه بحال المعارف فيها هي اللي فيها المركبات الثقافيه، هي اللي فيها هذه، هي اللي فيها ياك، واخا ما جاش من فراغ، كانوا فرق سياسيه اللي خدموا المنطقه، اللي جابوا، اللي خدموا، اللي داروا، كان ضغط من الشارع باش يداروا شي حوايج. راه هذا هو الحل بالطبع، راه مايمكنش، راه كاين انا راه بحال اللي قلت للسيده ديال على البرنوسي، انا كنعتبرهم هذوك المناطق اللي خصهم يتحروا، ماشي يتمارس واحد الضغط باش داكشي اللي محتاج الساكنه دابا ردهم دوغطوار، كتجي اجي تدكس تما وهذا ياك، سير خدم في الخدمه ديالك حيت ما كاينش خدمه، راه ديجا اصلا راه ما كاينش خدمه في المنطقه، خصو عادي هذا يتحرك وداكشي، وغتمشي وغتبات تما وما عندك والو، ما عندك فين تريح، ما عندك فين يعني ما هذا، واش هذا مقبول؟ شنو نقول لك؟ إذا كانت الساكنه قابله فهمتيني؟ اش ممكن لي هذه؟ واحد الوقت راه خصو ينوض ويسمعوا الصوت ديالهم، ما يمكنش يبقى هكا. وكانت هذه هي الأجوبة ديال أباقيل على مجموعة ديال الأمور اللي طرت في النقاش ديال اليوم في اللقاء الثاني. حاولنا أننا نطرقوا مجموعة من المشاكل اللي كيعاني منها البيضاويين ومدينة الدار البيضاء، على أمل أن المسؤولين ينظروا في هذه المشاكل.